إلى آخر يتكلم أحمد ويحيى قال له راه في صراع مع الحكومة ولا مع أخي عبد الملك سلال، ديروها مليح في بالكم. مانيش جديد في الساحة، عندي حوالي 20 سنة الآن في دواليب السياسة على المستوى الوطني. كان لي شرف رأس الحكومة 10 سنين ونصف في 3 محطات، وكانت لي الفرصة كباقي المسؤولين اللي فاتوا في المسؤولية أنني خرجت من المسؤولية. عمركم ما سمعتوني ننتقد النظام أو الحكومة اللي كانت تشغل وأنا في بيتي. لماذا؟ لأن إيماني بالسياسة إيمان خيارات، زيادة على العلاقة الشخصية اللي تربطني بسي عبد الملك، احنا زملاء من 72. تتصوروا واحد مسؤول على ديوان الرئيس ويهاجم رئيس الحكومة؟ فهذا منطق.